قوانين العمل للطلاب الدوليين في بريطانيا. تغيرت القوانين البريطانية الخاصة بعمل الطلاب الدوليين عام 2015، والهدف من هذه القوانين الجديدة هو حد الابتعاث المخادع بهدف الدراسة في الجامعات البريطانية ومن ثم العمل والبقاء في بريطانيا، وتحويل الإقامة إلى إقامة عمل، مما أثر على جودة ودقة سوق العمل ومتطلباته. ولأن بريطانيا والجامعات البريطانية لن تتأثر بمثل هذه القوانين، كونها المقصد رقم 2 للطلاب المبتعثين للدراسة في الجامعات البريطانية. إليكم تفاصيل هذه القوانين. اعتبارا من 3 أغسطس 2015، سيفقد الطلاب المبتعثين للدراسة في الجامعات البريطانية من خارج الاتحاد الأوروبي حقهم بالعمل أكثر من 10 ساعات أسبوعيا، ويسمح لهم بدوام كامل بين الفصول الدراسية. اعتبارا من 12 نوفمبر 2015، لن يسمح للطلاب المبتعثين للدراسة في الجامعات البريطانية بطلب الحصول على تأشيرة عمل في نهاية دراستهم في الجامعات البريطانية إلا إن عادوا لبلدهم التي ابتعثوا منها ومن ثم قدموا طلب الحصول على فيزا عمل. ابتداء من 12 نوفمبر، سيتم تخفيض مدة فيزا بريطانية وتأشيرة دخول من 3 سنوات إلى 2، وسيتم منع الطلاب المبتعثين للدراسة في الجامعات البريطانية من تمديد تأشيراتهم ما لم يتم تقديم وثائق تثبت استمرار دراستهم من المؤسسة أو المعهد أو الجامعة التي سجلوا بها، وأن يبرزوا انتماءهم لهذه الجامعة البريطانية. لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا